مشاهدينا الكرام، لمزيد من التعليق والإيضاح بشأن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بغداد رئيس قائمة الرافدين في مجلس النواب السيد ينادم كنا. مرحبا بك أستاذ ينادم. يعني اليوم شيع جثامين ضحايا الجريمة التي استهدف الدكتور هشام وعائلته، كيف تعلقون بداية على هذه الجريمة؟ يعني بداية يعني هي فعلا جريمة بشعة ويعني معيبة جدا على الكل، يعني انه ان يدخل تدخل عصابه وتذبح عائله بكاملها في ليله ليلاء، واسف ان اقول يعني هذا مؤشر على ضعف سلطه القانون. لا زال ان العصابات والمافيات المنفلته في الشوارع لا زالت تعيث في البلد فسادا وجرائما وكذا. هذه نتائج ضعف سلطه القانون من ناحيه، ونتائج الوضع الاقتصادي المتردي اللي يخلق العوز والحاجه ليدفع للناس للسرقات وللجريمه. طابع الجريمه في الحقيقه هو يعني جريمه جنايه وجريمه عاديه وليست استهداف، ولكنها بالتاكيد المجرم يستهدف الاهداف السهله. فعندما تكون سلطه القانون ضعيفه بالتاكيد الناس بيجي تسرق وتنهب وتقتل وتذبح من اجل المال، من اجل هذه الامور. يعني هذا شيء معيب جدا. ناشدنا السلطه في بيان رسمي انه سلاح بيد الدوله وفرض سلطه القانون وعدم التهاون مع هكذا جماعات. بالتاكيد هذا المجرم وهذه العصابات ما تقدر تقوم هكذا الجرائم اذا ماكو وراها اما جماعات مسلحه تحت مسميات يعني فضفاضه وباسم الحشد او باسم احزاب او الى اخره من حمايات المسؤولين. ويعني تستغل ضعف سلطه القانون وهكذا ترتكب جرائم. قبل اقل من 10 ايام ارتكب جريمه اخرى بشاب اخر مواليد التسعينات، يعني قتل بدم بارد، ومن ثم عندما سعت الشرطه للتدخل اصطدموا بالشرطه واصاب احد افراد الشرطه لا يزال في المستشفى. ايضا في بغداد سيد نادم هذا الشاب الذي قتل في منطقه النعيريه والقياره. نعم في بغداد. وهذه يعني 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 جرائم بشعه ترتكب في وقت النهار والشرطي لا يقدر ان يقوم بامر، لانه اذا قام بواجبه فبعدين تجيك العشيره والفصل والى اخره، تعال 100 مليون. طيب سيد نادم، لانه عفوا يعني في تصريح سابق لكم وجهتم اتهامات للميليشيات التابعه للحشد بالاستيلاء على قارات العقارات المسيحيين، الى اي مدى يمكن ربط ذلك بجريمه المواطن وعائلته الدكتور هشام؟ يعني هذه عصابات ومافيات يعني ليس فقط في بغداد وانما في البصره والان تتمدد الى محافظات اخرى في الناصريه وغيرها. هذه مافيات ليست الحشد وانما مافيات وسراق وعصابات، لكنها تتستر بغطاء الحشد او بغير ذلك او باحزاب معينه وتيارات معينه. مافيات اخترقت هذه الميليشيات او اخترقت هذه العصابه هذه الاحزاب ويعني حمايات المسؤولين والى اخره. سراق ولصوص وحراميه بزمن نظام صدام اطلق سراح 30,000 مجرم يعني محترف الى الكذا، لنفرض انه 10,000 منهم او 15,000 منهم تابوا وتركوا جريمه، وماذا عن 15,000 الباقي؟ يعني بالتاكيد كل واحد منهم جاب له فتره. نحن نتحدث عن سلطه 90. عن سلطه تمارس الحكم اكثر من 14 عاما سيد ينادم. لا نعود الى الوراء. على العموم استقبلتم يوم الاثنين الماضي في مكتبكم وفدا من الامم المتحده، هل ناقشتم معهم ما يتعرض له المكون المسيحي في العراق مع الوفد الاممي؟ نحن في الحقيقه ناقشنا كل العمليه السياسيه والانتخابات المقبله وما يعني يعترضها من تحديات، سواء في معسكرات النزوح التي تكون ارادتها شبه مصادره لصالح الجهات المهيمنه في المناطق او لصالح جهات سياسيه معينه، بالاضافه الى المشردين تحت الخيم يعني اي انتخابات. فنحن ناقشنا اساليب انه منع الاستحواذ او الاستهتار بالسلطه ومن ثم تحريف او تحوير والاستهداف المكون المسيحي تحديدا، هل ناقشتم هذا الموضوع؟ اما المسيحي فالمشكل كان في الحقيقه عمران، الاول نحن في المهجر يعني وصل حوالي 50% من ابناء المكون صاروا بالمهاجر اما في دول الجوار
بانتظار استتباب الامن والامان العوده او تكمله الهجره، واما في الدول المهجر فهناك يعني كان معوقات بسجلات تحديث السجلات والى اخره من قبل المفوضيه. الان تراجعت المفوضيه عن هذه الشروط الصعبه، لان من منهم في الاغتراب يملك بطاقه سكن او بطاقه تموينيه او غير ذلك من المطالب. هذه تنازلت عنها المفوضيه وسهلت الامر ان شاء الله. ونتمنى انه الامم المتحده تاخذ دورها في شفافيه الانتخابات ونجاحتها. بخصوص هذه المطالبات ما خص ايضا المكون المسيحي، الا تخشون ان تتهمكم الحكومه في بغداد بالعمل على التدخل الاجنبي في العراق بعد حواركم مع الوفد الاممي؟ لا بالعكس، انما هذه الجماعه اصلا مخولين يعني وبموافقه الحكومه العراقيه في بغداد. وهذه شهادات دوليه على شفافيه ونزاهه الانتخابات، ويلتقون معظم الجهاد والكتل السياسية، والتقوا فعلا مع مختلف الكتل لتكون الصورة عندهم واضحة للمزيد من الشفافية والمزيد من حد من التزوير وإلى آخره. هذه من الأمم المتحدة ليس الأجنبي، وإنما مقرهم في بغداد، وهناك يعني وفد أممي ليراقب سير العملية بأن هل هي بشفافية أم هناك تزوير و سلب للحريات الإرادة للمواطن. شكرا جزيلا لك، هاتفيا من بغداد رئيس قائمة الرافدين في البرلمان سيد يونادي مكنا.